FM. الكلمة ليك. على خاطر الشيف اللي هو تحليله الشخصي ولا هو أنا نجم نشاطوش فيه التحليل هذايا، ما هو تحليله يقول لك ما نش نمشي في خطوة كبيرة إذا من أسسوش ديمقراطية حقيقية داخل الحزب. فما أطراف اليوم داخل الحزب اللي ما تحبش تمشي في التوجه الديمقراطي. اش مازال فيه فوزي بليش اش مازال فيه الحزب من أطراف اللي كلها نفس محسن مرزوق خرج على نفس السبب مضرب الحاجة لي عديد القيادات الأخرى اللي ما نستحضرهمش أكثر خرجوا على يقول لك غياب الديمقراطية داخل الحزب أخرته رضا بالحاج. كاب اف ام الكلمة ليك.